رحت على المستشفى كرمال صور هيك شكليه يعني سكانر هدول الاخبار اللي بيصير هنيك انه بالمستشفى، فيعملوا لي صور وهيك. بيكتشف الحكيم انه معقول يكون في شيء غير من الضرب يعني، فحطوا احتمال 1% ممكن يكون كانسر، فانه كل الفشل اللي عشته وفوقه كانسر بالراس، يعني كانسر بالدم بتقول بيقطع، بس كانسر بالراس هتولي. هلا هو حط احتمال 1%، بس ال 1% صار بالنسبه لي 100%. امي بالارض عم تبكي، بي توتر كثير، انا بشغل امي، باخذ الحكيم بحكي ما بعرف وين جبت هيدي القوه بوقتها، حاصله رايحين على البيت لننزل لانه على غير مستشفى. انا ورايح على البيت ما بعرف شو الشيء اللي بيقول لي، وقف قدام الكنيسه، كانت الكنيسه مسكره يعني ايام الاحد وايام ما يكون في قداس كنت اوقف ورا. كيف بدها الكنيسه مسكره؟ فاللي صار انه بقرب كانت اجمل خطوات عم بمشيها بحياتي، وكان اجمل مشوار بعمله. وصلت على باب الكنيسه لقيت حالي ركعت بلشت بكي. انا كنت بالابانه بغلبت يعني بصلي الابانه بغلبت فيها، ركعت صرت ابكي ابكي ابكي، كنت مغمض عيوني وعم ببكي عم ببكي. ما كنت عم بقول له انه بليز اشفيني، ما كنت عم بقول له انه بدي اعيش، كنت عم بقول له انا ما بستاهلك. كنت عم ببكي بشكل مش طبيعي، بتوبة يعني ما بعرف في وقتها من وين كنت عم بجيب هدول الكلمات وهيدا البكي، وكنت مغمض عيوني. شيء بينزل بقلبي سلام مش طبيعي، ما بيقدر يعطيه حدا من العالم، سلام مش طبيعي. وصوت انا ما رح موت، انا من اليوم بلشت حياتي، فانا بوعى شو ما رح موت، من اليوم بلشت حياتي. فبوعى صدقني كل شيء تغير، كل نظرتي لكل شيء تغيرت، الشجر تغير شكله بالنسبه لإلي، السما تغير شكله، حتى الناس كانت في شخصين اجوا وقعدوا حدي، كنت عم بسمع صدى صوتهم، ما كنت عم بسمع صوتهم على 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 جمال الشيء اللي كنت عم بحسه جواتي. اللي صار انه بوقتها طلبت اذا هيدا صوتك يا رب اكد لي اياه لامشي معك، اكد لي اياه. اللي صار انه بنزل على بيروت يعملوا لي فحوصات اللي كانت مطلوبه، بيطلع صور مش لإلي، بيطلع لحدا غير، لحدا تاني. قلت له اللي عندي براسي هي شيء شهوه، فانا ربطت انه انا كنت شهوتي جنسيه من عمر اذا بدك 10-11 سنه لعمر ال 23، لا هذه شهوه جنسيه، ومن وقتها صار في شهوه غير شهوه يسوع المسيح. وكعمل دغري مباشره بيصير من بعد اللقاء انك بدك تنبش على جامعه، بدك تنبش على كنيسه، خصوصا انا ما بعرف كنيسه 100%. فنزلت على كنيسه بوقتها، وكان في شخص صاير معه هذا الاختبار، صاير معه كان هو عم يصلي بنفس الوقت لله يبعث حدا لهو يصدق، يعني مش لهو اختبار اللي هو عايش انه شيء طبيعي بيصير مع كل الناس، انه مش اختبار التحرش، اختبار الايمان، اختبار الايمان. نحن معودين انه اشخاص معينه بيصير معهم اختبارات قويه، بس مش انه كل شخص لازم يصير معه اختبار ايمان ويقبل يسوع. نحن بس تسمع، بس مثلا كثير ناس بخبرهم بيقول واو شو حلو، انه كانوا شيء بعيد عن انه شو حلو اللي عايشه انت، طب انت لازم تعيشه كمان 100%. فاللي صار انه كنا عم نحضر فيلم اسمه ذا بيرفكت سترينجر. هذا الفيلم كنت عم بحضره، كنت عم بشوف حالي محل المره اللي كانت عم تتعشى مع المسيح، كنت عم بشوف حالي، كنت ناطر يخلص الفيلم. خلص الفيلم هيك تجمعنا على بعض عم نصلي، وبيقول الشاب انه هذا الشيء اللي حضرته هو شيء حقيقي وصار معي، بس اللي صار معي حقيقي. ومن وقتها اذا بدك رحت للعمق اكثر مع يسوع، وفي قصص انشالت مني دغري، مثل الكحول، المسبات، التصرفات المش مزبوطه انشالوا مني دغري، وفي قصص مع الوقت انشالت. جوزيف، بما انه بتلاقي، لانه انت عم تعطيني لي، انا على خطي ما في انترنت، لانه انا ماني انسان ابدا مدمن على هول الامور، ومرات كثير بيكون في انترنت واخر همي، بس بيقول اهربوا من الشهوات الشبابيه، وانا بدي اكون صادق ودائما بقولها، وحلو انه مرتي بتعرف، وهيدا حريه اكثر يعني الروح القدس اللي فيها وهالعطف اللي فيها علي حررني، لان فهماني انه انا ما بدي احط انترنت على خطي، بفتح الانترنت وقت نكون بالبيت، بتفتح لي انترنت تكون ريلاكس اكثر، لان انا بدي ما حدا في يعرف انك انت بتفوت على الانترنت، بس انا كخادم بحلم كون هو يخليني يكون طاهر اكثر. اوكي، بدي يكون
ما عندي انترنت، انت لإلك بتقول انه الاشخاص، لانه انا عم باخذ هلا منك كانه عم نحكي مع بعض، بتقول انه اشخاص اللي هن ادكتد، انا عم بحكي على البورن، في ناس على الاخر بيكونوا قوية وبيكون انترنت قدامهم وبيكونوا عادي مثل انت، ما بعرف اختبارك كيف يعني، قصدك قبل اللقاء؟ لا لا، بعد اللقاء، حتى بعد اللقاء، بعد اللقاء. انا هلا بعد مع يسوع كل حياتي، بعد اللقاء كثير تتهاجم، كثير الشيطان هجمني بهذا الموضوع، يعني تكون عم تفتح حيالله شيء يطلع لك فجأة 100%، وبتصير مرات ما تقدر، بتصير مرات ما تقدر تسكر، بتصير تفوت بترجع بتفوت ب اوكي ما لازم ما لازم كذا.